أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك تعبدون من دون الله فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإن إنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم
ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله واتبع ما يوحى واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. صدق الله العظيم.